على الضربات الركنيه. على فكره الوداد معايا احصائيه بتقول ان هو مسجل 20 هدف في 10 ماتشات. اوكي. منهم اربع ضربات ركنيه وثلاث ضربات ثابته واثنين ضربه جزاء، لما تجمعهم تلاقي تسع اهداف من ال 20 ضربات ثابته. اذا مهم جدا 45% الضربات الركنيه. الوداد نص خطورته في الضربات الركنيه. صحيح. تعال بص اتفرج على الضربه الركنيه. الضربات الركنيه. الضربات الركنيه. بص ده المدافع امين فرحان واقف ورا اهو، مش ممسوك قدام بيترو اتليكو، واقف فاضي. بعد كده هيتحرك على القريبه. اذا لازم بيتسو موسيماني في الفتره دي اعتقد ان هو بيعمل محاضرات عن الضربات الركنيه. مهم جدا اسلوب التكتيك هنا الدفاعي. بص اهداف انت عمال بتذيع في اهداف كتيره. بص هي عندهم لعبتين، يا اما المدافع بيبقى واقف لورا وبيتقدم، يا اما بتتلعب على قوس او دايره منطقه الجزاء في العمق. بص هنا ابو جبل هدف الوداد في الزمالك. أيه. ابو جبل طلع غلط، اتلعبت على طول، مفيش مجال للهزار في الضربات الركنيه. صحيح. مهم جدا الضربات الركنيه، ودايما عيننا مع اللاعب اللي بيروح يقف عند نقطه الجزاء او عند الخط. بص الضربات الركنيه، ارجع كده، ارجع ثانيه واحده، ارجع للعبه اللي قبلها. بس الضربه الركنيه اللي قبلها برضو هتلاقي كل الضربات اهي اتلعبت فين؟ عند النص في العمق، عند دايره منطقه الجزاء اللي هي اللعبه اللي بيتلعب منها الدايره بتاعه منطقه الجزاء، نفس الفكره. فانت هنا مهم جدا التركيز في الضربات الركنيه. صحيح. ازاي بيتسو موسيماني هيتعامل مع الضربات الركنيه بتاعه الوداد، لان هم هيحاولوا يخطفوا هدف بدري ويستغلوا الحماس الجماهيري الموجود. طبعا. ويحاولوا ان هم يجيبوا جون من ضربه ركنيه ويقفلوا. صحيح. ده خلي بالك اللي انت بتتكلم فيه ده، طريقه اللعب اللي انت بتتكلم فيه دي يعني تتناسب تماما مع الحماس الجماهيري. طبعا. يعني اللي هو ايه؟ كره تلعب واضرب ودماغك وجون والله فعلا. عشان كده كنت كلمت من اسبوعين مع حضرتك هنا على ايه؟ على الكور اللي هي الناس اللي بتلم الكوره من بره في الملعب. الناس دي مهم جدا ان لازم تكون محايده، ما يكونش. احنا هننتظر الاتحاد الافريقي هيقول ايه؟ لانه خلاص بكره او بعده بالكثير يجب أن يظهر كل ما سيحدث في هذه المباراة الأهمة جدا، أهم مباراة في القارة الأفريقية هذا الموسم بعد أمم أفريقيا، هي المباراة. لا والعالم كله هيتفرج عليها. العالم كله هيتفرج عليك. خلاص كم الهاشتاجز اللي طلع باللغة الإنجليزية بصراحة، وتفاعل العالم كله. جمهور الأهلي عظيم، هيخلي عظيم. بصراحة الناس يعني أعتقد أن العالم كله هيتفرج يوم 28 على فاينل ليفربول وريال مدريد، ويوم 30 العالم كله هيتفرج على فاينل الأهلي والوداد.